بدءا بذي بدء اسعد الله صباحكم ومساءكم باختلاف التوقيت بالنسبه لكم اينما كنتم بالعالم الاسلامي احييكم بتحيه الاسلام العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وارحب وارحب بهذا اللقاء الخاص ولم لا وهو لقاء الكبار المكان على بعد اكثر من 45 كيلو مترا عن قلب القاهره العامره العاصمه في هذا الصباح خصيصا مدينه الانتاج الاعلامي حيث استوديو قناه الصحه والجمال وهذا تلفزيون العظيم الصحه والجمال اتش الزمان التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحادية عشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والحدث يا سادة الإسلام الكريم حث على كل الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه لذلك اليوم استضفنا الأستاذ محمد فضل في بداية الحلقة أرحب به يا أهلا وسهلا محمد شرفتنا ونورتنا يعني الأستاذ محمد <applause> هو الذي ابتكر آلة غزل البنات فعلها من أجل الشباب وحتى لا يدعي أحد الشباب أن هناك من البطالة الموجودة وحتى لا يدعي أحد الشباب أن لا يوجد من العمل كلا والله أنت ابحث عن العمل لذلك أستاذ محمد يعني كان سبق لنا مع فضلتكم لقاء سابق وتحدثنا عن بعض أعمالك بالنسبة للآلة الآن أنت يعني الغاية التي من أجلها فعلت هذه الآلة بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله, الله, الله عليه وسلم الحيون بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاول صلت. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين اللي خلاني ابتكرت الاله دي والكلام ده كليته اول حاجه هو في يعني اللهم صل على سيدنا محمد يعني في اللي هو يعني الشباب يعني ده. في ناس بتقول لك ان ما فيش شغل هو في شغل بس اللي زي ما انت حضرتك تفضلت اللي هو ايه اللي يبحث عنه تمام آه، تاني حاجه يعني انا عاوز اعمل مشروع يكون مثلا مش مكلف ويدير دخل عالي لأن مثلا انا اتكلم في 50 الف في 60 الف الكلام ده كليته ناس كتيره معاش المبلغ ده كليته انا دلوقتي لما اقول 1000 جنيه و2000 جنيه والكلام ده كليته طبعا يعني مبلغ بسيط لناس كتيره و... ويعني الناس كتير تقدر توفره وتدبره والكلام ده كله بس برضو المشروع ده مش هيناسب كل الناس ما احنا برضو عشان نبقى برضو نبقى صرحه ومتفقين على نقط كتير هو المشروع ده مثلا هعمل غزل بنات لوحدي لا انا كده يبقى انا انا راجل يعني مش هتفق معاك في النقطه ديت ان انا مثلا ممكن اعمل مشروع شامل غزل انت بنات انت انت يعني نوعت اكتر من حاجه انت مش آه. هدفك الغزل بنات بس لا لا مش هدفك بنات بس مثلا غزل بنات وفشار وزلابيه وحمص الشام وايس كريم طبعا اسعار الحاجات ديت طبعا مختلفه من يعني من الثاني اللهم صل على سيدنا محمد الأعطال طبعا في اي حاجه في الدنيا دي بتعطل يعني ما فيش حد يعني ما نقولش ان احنا الحاجه دي طب الماكينه الماكينه لها ضمانات معينه مثلا انا انا معايا ماكينه او بروح اشتري مثلا غساله ولا ثلاجة ولا ولا باخد ختم من الشركه المنتجه للثلاجة ديت بضمان معين لكام سنه الماكينه بتاعت حضرتك لها ضمانات سنتين لا يشمل سوء الاستخدام احنا بنعمل تطورات طبعا على الماكينات ان يعني اللهم صل على محمد اللي اخطر حاجه بتبوظ في المكنه اللي هو السخان لو المكنه مصري وطبعا اتفضلنا في الحلقات اللي قبل كده وشرحنا نعم. الكلام كليته صحيح. انا بقول يعني انا بقول للجمهور كلهم وللشباب انت هتعمل مشروع يبقى مش مشروع بس غزل بنات غزل بنات فشار زلابي حمص الشام ايس كريم مش شرط انك كنت تكون داخل انت في المشروع ده لوحديك لا ممكن انت طب مثلا واحد زي حضرتك واحد صاحبك واحد قريبك واحد جارك لو انت العمليه ميسره معاك ممكن تعمله يعني الحالك لوحديك يعني م. هو مشروع يعني مربح ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني احسن من شغل بره لو انت مثلا في ناس بتقف انت قلت لي بالنسبه للربح انت قلت لي ان هو مشروع مربح اكيد طب احنا عاوزين نعرف ان الربح مثلا بيصل من كام لكام من كام لكام اللهم صل على سيدنا محمد هي طبعا بتختلف من المكان مكان الواحد اكيد مثلاً طبعا في اماكن معينه اماكن شعبيه عليها مثلا تكتلات اقتصاديه كتير او ماس عليها ازدحام طبعا كل, كل السكر بيكسب معاك 50 جنيه 40 50 جنيه في المكنه العاديه اللي هي المصري في المكن الاشكال طبعا ما شاء الله الترجم بتاعها عالي مثلا المكن اللي بيبقى موجود بتاع الاشكال في شارع المؤذ والكلام ده كليته انا واحد من الناس بولد للناس دي مكن وناس كتيره في مشكله ان احنا عندنا انك في وقت تدخل على اي بياع يبقى عاوز يبيع لك اي حاجه وخلاص لا ما فيش حاجه اسمها اي با... اي بيعه والسلام لا انا بدي مثلا الاستاذ محمد او بدي للعميل الحاجه لازم يبقى يعني يكسب بسببها مش هديله هو مثلا دفع 3 4000 جنيه يعني هو جاي عشان لما وصل 4000 جنيه هو مش لاقيها هو اكيد شقيان بيها اكيد مستلفها اكيد فضل يعني يشتغل بيها كتير قوي مش لازم ان هو مثلا يكون مستلفها من حد او كده في ناس الله يعينها يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان يقضي مصاريف يمشي الحياه والامور تمشي وكده آه الامور تمشي <applause> وكده إيه بتختلف بقى من مكان لمكان مثلا اللهم صل على سيدنا محمد كيلو السكر مثلا بيعمل 60 واحده في الاشكال الشكل في المعز بيبقى ب 20 جنيه و 25 جنيه الله ما قارنش نفسي بواحد فاتح في مكان شعبي اه انت بتتكلم مثلا لو احنا مثلا في, في مكان ارياف او فلاحين الكيلو السكر بالمتوسط بالمكسب بتاعه بيعمل 50 جنيه 40 50 جنيه 40 50 جنيه طب ممكن منه 10 جنيه السكر كم... ممكن كان يمشي كم كيس سكر في اليوم لا ده حسب الاستهلاك بتاعه مثلا حسب واحد شغال في يعني. واحد شغال سبين. في واحد شغال في سوق شعبي واحد شغال في مكان راقي ما هو في واحد ممكن يعمل في مكان راقي كيلو ابرك من مثلا من 10 كيلو بتاع واحد في مكان شعبي م. صحيح آه. تمام طب السؤال بقى هنا اللي الشباب اللي هم عاوزين دفعه انت ممكن تساعد بكده مثلا واحد يقول لك انا معيش مثلا مبلغ ان اشتري الماكينه بتاعت الاستاذ احمد فضل انا ممكن مثلا اجيب منه عن طريق القسط او التقسيط او القرض حسن يعطوني المكنه ولما ربنا يفتح عليا انا هبدا اسدد له في أي مش مشكله يشجو. في موجود يدفع النص ويجيب بس اهم حاجه انه يجيب حد يضمنه هي آه مثلاً مبلغ مثلا مكنه ب 10000 جنيه هيدفع 5000 جنيه والباقي وطبعا انا ببص للحاله اللي قدامي انا بدرس الحاله الاجتماعيه بتاعته انا بشوفه يعني اسف يعني انا مش هطلع فلوسه خلاص انا برضو طب ماشي انا انا متفق مع حضرتك بس انا دلوقتي مثلا جاي من المنصوره وانت من سويف كمثال تمام انا مثلا انت انا بعرف انا بعرف انا بعرف اتحال عنك هتعرف منين حاله اجتماعيه انا انا بعرف اتحال عنك دي شغلي إيه. دي <applause> دي شغلانتي انا انت بتديني اسمك وتليفونك وعنوانك ما تشغلش بالك انا عندي ناس تنزل تعمل الحالة الاجتماعية يعني البحث الاجتماعي بتاعك مثلا اسم محمد دي انسان كويس وكلام ده عنده سوبر ماركت وعنده بقاله وكلام ده ما عنديش اي مانع ان انا اديله لو عاوز مكان ب 100000 جنيه بس لما اخذ واحد يعني لما ليه محل اقامه وكده دي محل دي اقامه حضرتك على المستوى المحلي آه. هل انت حضرتك قبل كده اشتغلت على المستوى الدولي صدرت آه. او صدرت أوكي. فين؟ اخر حاجه ليبيا؟ ليبيا ليبيا السودان ما شاء الله يعني اللي مركزين معانا ليبيا السودان السعوديه الاردن ده اكثر اربع دول يعني كده في بتصدر على كده بقى كل مثلا بتبعت بت 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 كم شاحنه من العربيات مشحونه حسب حسب الكميه اللي هم عاوزينها واحد مثلا عاوز 2 3 خمسة كل واحد يعني انت بتصدر اهالي ولا مثلا اهالي مش مش, أهلي مش, 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 مش ولا مش مصانع ولا, لا مش ولا مش مشروعات ما نبقى صادقين يعني اهالي بس أهل. هما اه عشان الحمد لله الحاجه بتاعتي جيده وشغل ما شاء الله لا قوه الا بالله كنت نفسي اجيب عينه بس انت عارف, عارف, عارف مرة ان شاء الله آه كنت مثلا هفرجك على الشغل اللي موجود وان شاء الله لا قوه الا بالله على اليوتيوب انا هفرج العملاء والكلام ده كليته على القناة إن شاء الله نعمل قناة على اليوتيوب الفرق بين المكان ده والمكان ده اه عن اسمها الصفحه؟ ماكينه غزل البنات ماكينه الفشار ونفس الرقم ماكينه غزل البنات اه الرقم مكينة برضه ماكينه الفشار, مكينة الفشار. طيب. موجوده يعني يعني اي حد انا برضه وهيبها لوجه الله اي حد عنده مكنه عاوزه تصين الصيانه مجانيه لمده شهر رمضان كليته طب تعالى بقى نتكلم بقى, بقى شويه مثلا من الجانب بقى السلبيات يعني <applause> احنا اتكلمنا عن الايجابيات تعالي نتكلم على السلبيات في حد قبل كده اشتكى من شغل حضرتك اكيد طبعا يا الله هقول اللهم صل على سيدنا محمد اساسا لا لازم ان حد يشتكي انا كل يوم مثلا بطلع اثنين ثلاثة يعني في الشهر بطلع لي 100 حته اكيد لازم في واحد مش عارف يشتغل في واحد لا انا سؤال داي... سؤالي خيالي في حد اشتكى من من, من عيب في الصنع لا لا مثلا لا 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 العطور لا كذا لا لا ده سؤالي يعني صعب صعب خالص لان انا بخلي وكيل الزبون ربنا الزبون <applause> قاعد معايا مش قاعد معايا اصلا انا بصنع والزبون مش موجود بس محمد مش موجود زيد مش موجود جرجس مش موجود انا لما اخزع لو هعمل يعني شغل مش كويس انا يعني كنت انا ان شاء الله هشرح الكلام ده وهوري العينه للناس ان انا بستخدم عمود صلب في غير بيستخدم حديد عمود صلب عمود صلب غير بيستخدم حديد الحديد ده اسف يعني في الرفه كده هتلاقي ان في مثلا حول الله مصطفى محمد <applause> مثلا ممكن يجيب معاك خمسة خمسة مللي ودي صعبه جدا في مكة غاز البنات انا لما استخدم عمود صلب نص ملي ربع ملي ما هو مستحيل برضه ان انا اجيبه شحطه يعني تبقى مظبوطه جدا دي صعب صعب خالص دلوقتي انا لما بعمل حاجه محترمه وانا بنزل في وناس كتير بتشتكي من يعني بيبيعوا زينا بيشتكوا يقول لك ليه انت بتبيع كده احنا مش هنكسب لا يا عم انا ببيع فضل جنيه. الله يؤتيه يشاء انا ببيع ب 1000 جنيه الله. بكسب م. حرام عليا ان مثلا ان انا مثلا هبيع ب 1300 جنيه يعني مثلا الناس دي الله يعينها انت الناس انت بتنظر دي للحرميه مش مش كده انا الحمد لله بكسب يعني انا ببيع ب 1000 جنيه وبخسر انا الحمد لله بكسب الحمد لله الحمد لله بفضل بفضل ربنا يعني ومكنه بتجيب مكنه ومكنه بتجيب مكنه مكنه بتجيب مكنه يعني ما شاء الله قوه الا يعني مثلا الاستاذ مدحت واحد ما اعرفش من الصف ولا من العياط دي مثلا جه خد عندي مكانتين وبعد كده بقى تاجر جمله بقى ما, ما شاء, شاء الله بياخد شاء الله. بياخد الله. شغل من عندي ما شاء الله قوه الا طول انا ببعت شغل من اسوان الاسكندريه اللي يخلي واحد مثلا جالي امبارح من الغردقه ياخد شغل امبارح لحد اجازه انا شغال لحد بشتغل الاسبوع كله يعني سبع ايام في الاسبوع احنا ما طب رساله بقى لبعض الشباب اللي هم مثلا قاعدين بيدعوا ان ما فيش شغل وان 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 واحنا مش لاقيين شغل أوه. والشهاده أوه مش مناسبه ده والكلام ده, نبقى, ده كله. نبقى صراحه هو في شغل بس الرواتب تعبانه معلش معلش انا علشان ابدا في حد بيطلع السلم لا هو عطل. مش حد بيطلع مره آه واحده نبدا درجه درجه ايه المشكله نبدا النهارده بجنيه وبعد كده 100 و200 ل1000 و2000 ايه المشكله نبدا من السلم يا جماعه كلام, كلام جميل وفي ناس كتير قوي بتعمل كده وانا بدي نصايح من ناس واحد يجي يقول لي اصل انا خايف لا خايف من ايه ما يخافش خايف, خايف دقى دقى من الصفر يا جماعه يقول لك التفكير في الفشل هو جزء من الفشل التفكير في الفشل هو جزء من الفشل والاسلام يعني ايه المسيح عليه السلام بيقول لك تفائلوا بالخير تجدوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك بشروا ولا تنفروا بس اعرف يعني الناس يعني احنا على بس وكل واحد عاوز يشتغل انا طالب يعني ثلاثه شيف يشتغلوا معايا انا هطلب هحتاجهم اخر رمضان وشغل دايم على طول نزلت على كذا جروب كل واحد يكلمني يقول لي اخد 5000 جنيه 6000 جنيه انا انت عامل اوفر ده معين مثلا يعني انا هدخل في, عم في عم مشروع في جديد الـ. لا لا انا داخل في مشروع جديد وعاوز ثلاثه شيف معايا اه كل واحد بيكلمني يقول لي انت عاوز تعرف الراتب 6000 جنيه 7000 جنيه, جنيه انا هدي 3000 جنيه 2800 جنيه واما ربنا يكرمنا في المشروع وينجح انا بقول لك اهوت ما انا بادئ ان شاء الله هينجح بس انا دلوقتي انا ما اقولكش هديك 5000 جنيه واجي اخر الشهر اقول لك مفيش. طيب يعني. ما فيش يبقى انا كده يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المسلمون عند شروطهم صحيح وانا يعني حرام عليا ان انا اوعدك بوعد وما اوفيش بس اللي اللهم صل على محمد الاشكال بقى الناس كلها بعتت تطلع على الصفحه امبارح اول ما عرف ان انا طالع هنا كل الناس عماله تقول لي الاشكال الشغل بتاع الاشكال الكلام ده كله الاشكال مفيش مكنه بتعمل شكل عشان نبقى متفقين المكنه دي موجوده في الصين لسه ما نزلتش مصر ثمنها 180 الف جنيه من مكانها في انت عملت امبارح انا عم كان في ناس عايز تعمل مداخلات يا ريت يحطوا الرقم بتاع القناه على الشاشه علشان المداخلات التليفونيه اتفضل كمل يا استاذ محمد اه اللهم صل على محمد جيت الناس كلها سالتني ايه طب اشرح لنا بقى الشغل ده وما اعرفش ايه والكلام ده كله كنت نفسي اشرح عملي بس ان شاء الله على القناه بتاع اليوتيوب انا هشرح الكلام ده ما شاء الله ان محمد انت مصرح. تعمل شكل انت اللي بتعمله المكنه يا المكنه شغل نتكلم عن اشكال الشغل بتاع حضرتك ولا اشكال الماكينات نفسها لا اشكال في ناس لو انت نزلت المعز او نزلت مكان مكركه كده بيعملوا شكل غزل بنات ورده قلب الشغل ده اه اشكال المنتج نفسه المنتج نفسه بدل ما بيع غزل البنات اللي هو التقليدي اللي هو بلفه عشان المولد العاديه لا انا بعمله شكل هو غزل البنات برضه بس شكل شكل حاجه حلوه كده الناس كلها يعني بتحبه كده بيجذب الناس بيجذب الناس طبعا يعني وبس هم بيبعوه غالي بس هو مش يعني مش مكلف بس الناس هي اللي بتبيعه غالي بيقول لك انا شاري مكنه ب 4000 جنيه و 5000 جنيه عشان ايه عشان مثلا الم ثمنها ما انت ما تبقاش بتتبحش في الناس كده يعني, يعني. امشي ثلاثة ثلاثة يعني ما بيبقاش الشكل ب 25 جنيه كل السكر بيبقى معاه 70 واحدة يعني مثلا ما بيبقوا ب 5 جنيه ولا 4 جنيه كسب كبير جدا اه بيكسبوا كتير قوي آه ما شاء الله لو كنت وت... وتت... ما شاء الله لو كنت جشع لبنى. وده جشع جدا يعني والله انت تيجي تكلمه برضه يقول لك ما انا واقف في مكان اكل ما هو برضه احنا نتكلم بصراحة هم مش جشعين بس المكان لا اللي هو أنا في معلش انا بتكلم لو قاعد في بيته او في محله هو الشخصي لا لا, الجشع لا إنه جشع 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 و... ان يبيعها ب 25 جنيه اه اما ان هو مثلا اجر في مكان مشهور فالمحل اذا ايجاره عالي ايجاره عالي فبالتالي الراجل ده مضطر يعني لا, لا, يعني لا إيه؟ إيه؟ ما هو مضطر عيش؟ اكيد انا اللي احنا بنتكلم فيه المكنه ايه المشكله اللي عندك؟ يا جدعان في وشاش بتنزل إيه مش استلس مش الحاجه النظيفه اللي تشتغل بيها الفتحات بتاعتها تفرق معاك الفتحه الفتحه بتاعتها واسعه تيجي <applause> <applause> انت بتدور يعني بتحط السكر وتيجي يجي طالع منك ما كان انا مش عارف اعمل بقى <applause> جالي يعني جاء واحد بيقول لي آه اللهم صل حصلت عندي في المحل جاي يقول لي انا عاوز مكنه ومكنه غاز نبات والكلام ده كله له اشكال قلت له تاخدها بعد بكره <applause> قال لي انا عاوزها النهارده قلت له للاسف والله انا مش هقدر اساعدك النهارده انا عندي شغل بتاع ناس ولا اتمنى انا مرتبط بالناس دي <applause> هقعد معاك للساعه 12 قلت له احنا عندنا شغل لحد الساعه 11 بالليل صحيح <applause> طب انا بشغل الناس محاكمني حد الساعه 11 بالليل هقعدك انت لحد الساعه 2 جاي لي من كفر الشيخ او جاي لي من هنا او من البحيره قال لي طب خلاص السلام عليك عليكم وعليكم السلام قلت له عادي خد الواجب بتاعه واتفضل راح اشتري من الشارع بعد ثلاث ايام جاي لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام قال لي عاوز اعمل صيانه وانت تلت تلت عشان قلت, عشان مش مش قلت له هو انت لحقت تعمل حاجه؟ ما لحقتش ثلاث ايام بس ثلاث ايام عدى لي ثلاث ايام ثلاث ايام بالظبط او يمكن الرابع مش مش واخدها مني اه مش مني انت مش مني من حد ثاني قلت له طب خلاص هاتها اه تاخدها بعد ثلاث ايام قال لي كتير قلت له لا مش كتير قال لي والله كتير قلت له طب خلاص والله دي اللي عندي ألعب اللي فيها طيب قلت له ده احنا هنعالجه ما تغيرش بالك بيه يعني يا جدعان في شغل معين انا مثلا ما اعمل دايره كده المكنه ما بتعملش تاجر انا مش عاوز اعملها دايره المكنه بتبقى بطريقه معينه مثلا الفتحه بتاعتها يعني يعني بطلعه معينه انا لما اروح اعملها دايره مش هتشتغل معايا طب فايش. سؤال بقى موسم الحاجات ديت يعني السنه هي... كلها قبل ما اكمل سؤالك السنه كلها شغال طب السنه كلها انا الوقت صايم اكيد مش هاكل انا الغاز ده هاكل بس بعد ما بنفطر ده عشان تبقى عندك علم شهر رمضان شهر بركه في شغلي في شغلك في شغل اي حد بعد الفطار الناس بتبيع قبل قبل الفطار يعني في الايام العاديه مثلا هو بيعمل مثلا 300 جنيه بيجي بعد الفطار مثلا ب 500 هتقول لي ازاي اقول لك بتاع ربنا الناس بتخرج الناس بتطلع كده نعرف ازاي بقى بعد الاتصال معنا احمد من السويف طب حاول الاتصال يا احمد بينا تانية اتصل تانية. أي نكمل معلش تاني صوت. نكمل معلش تاني، يا اللهم صل على سيدنا محمد احنا بقى اخترعنا مكنه موتور فيتنامي كتله مستورده صيني حاجه محترمه كده مروحه المكنه المستورده اللي هم جايبينها من الصين انت بقى... اصلا شغل حضرتك محلي ولا مستورد اللي هو الحاجات ال... اه مش عامل نين؟ على, على المحل بس لا مش عامل على المحل بس وعندي بجيب انا بقى بدل ما انا مثلا بس انا اعتقد و... ان ان الحاجه المحليه بتاعتنا هي احلى من اي حاجه مستورده في العالم كله والله كل حاجه لها مميزات ولها عيوب يعني برضه ما عشان ما يعني مش طلالية او كده او يعني نمدح في بضاعتنا وكده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده انا بقول مثلا بيجي لنا شغل من الصين فينش مفيش يعني م. فينش محترم جدا بس كشغل جوه احسن من من حاجاتنا اللي في مصر انا بقول لك اهوت كفينش كشكل انت تديني فلوس واعمل لك فينش محترم جدا م. يعني بتاعتها ونص اللي انت بتاخدها بقى المكنه المستورده الصيني يعني المكنه الصيني بيبدا معاك من 2 ونص انا عملتها ب 2000 جنيه مطول فيتنامي وعلى ضمان سنتين كتله مستورده وشغله حاجة محترمة كده، وأنت تيجي تشوفها شغله محترم جدا وموجود على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك برضه. وب... طب مثلا لو في مؤسسات خيرية عاوز تاخد الحاجات ديت هتعملها طبعا هتعاملها بنفس الحاجات لا طبعا مين لا قال لك كده؟ احنا بنتعامل معاهم من زمان مسلمين أو غير مسلمين يعني أنت بتعامل ده. النصارى والمسلمين مش هتفرق معايا إذا جيت كده ما أنت ما عندكش أنت فرق في الدين. لا أحسن هفرق معاه في الدين ليه؟ هو بيعملها ليه؟ يعني هو مثلا <applause> مثلا الكشافة بتاع الكنائس والكلام ده كله بيجي يقول لي انا مثلا عاوز مكنه لغسل البنات انا واخدها للكنيسه انا عارف انها تبرع منهم يبقى انا عيب عليا ان انا مثلا اقول له لا ده مسيحي بقى ولا نصراني اسلقه لا مش لقوش ده انا ساعده لان يعني في ناس منهم بتيجي تقول لي احنا كشافه اول ما يقول لي احنا كشافه ام 1000 جنيه ياخدها ب 950 900 جنيه <applause> وعمل خصم يعني لجماهير خيريه سواء كانت مسلمين مسلمين, او غير مسلمين او, أكبرت أو اقباط نعم. اي حد مش يعني مش هتفرق معايا دينه انا اخر الزبونان امبارح الاثنين مسيحيين وقلت لهم اقعدوا كلوا اقعد اجيب لكم غدا وكده قالوا لي لا احنا عاوزين ناكل غز بنات بس واحد من المنيا وواحد ثاني زي ما قلت لك من الغردقه قبلهم بيوم برضه نفس الكلام هي مش هتفرق معايا اهم حاجه ان هو انسان كويس معايا هو انسان كويس انا المعامله المعامله الدين معامله الدين المعاملة <applause> انا يعني هو يعني هو جاي يقول لي انت 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 بتبيعها غاليه ليه او بتبيعها رخيصه؟ قال السلام عليكم قلت له وعليكم السلام قال لي انا عاوز مكنه قلت صدق له اتفضل هي حاجه بكذا وحاجه بكذا وحاجه بكذا وعلى فكره اسمه جورج هو من المنيا اتصل بي خمس مرات غير القرده عاوز, 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 عاوز كذا عاوز كذا عاوز كذا عاوز كذا اخر ما قلت له من الاخر كده انت هتاخد ايه؟ قال خلاص الاتفاق اللي احنا اتفق... اتفق... اتفقنا عليه الاولاني يعني. قلت له اول ل... حاجه خلاص, أخر, خلاص كلام. تس... اخر كلام قال اخر كلام قلت له انت قلقت خمس مرات قال لي زي بعض ورجع لاول حاجه ثاني ورجع لاول حاجه ثاني عشان ايه عشان هو عارف هو ياخد ايه مكنه ب 5000 عليها عرض ب 4000 جنيه طب بس محمد انت احنا انت طالب لسه اه جامعه كل شهر في... قانون اه انت كطالب وصغير السن يعني مش كبير تمام ايه اللي دعمك انك توصل للماكينات وانك تصدر وهنا ايه الدعم المثالي او الاول ليك خالص؟ الوالد دعمك بالمال وكده والفلوس ووالدتك دعمك <applause> بالفلوس لا يعني هو يعني, سيبك من الفلوس ان اهم حاجه من إن الاول انا دلوقتي لو اعطيتك مليون جنيه ويعني كل شويه اقول لك انت فاشل انت فاشل انت فاشل بس المليون جنيه مالكش دعوه يا حبيبي انت هتضيع المليون جنيه ومش هتنفع بس انا دول انا خدت في بنظره عيني كده سيبك من ان هي مين اللي مسكن الاقتصاد العالم اليهود بالجيتس والناس ديت هم اللي ماسكين الاقتصاد العالم لا انا طول سيدنا عبد الرحمن بن عوف ساعة ما هاجر كان ما فيش فلوس خالص وكده، وراح شارك واحد من الصحابه واحد من ال... من الانصار واعطاه نص ماله، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني ما شاء الله كان من اثرياء القوم بعد صحيح. يعني بعد مده بسيطه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 19 مكسب هذه الدنيا في التجاره. م. يعني انا شايف ان التجاره احسن من اي حاجه ثانيه. اذا هم دعموك معنويا. معنوي. وطبعا ماديا يعني ما ينكرش فضلهم عليا طبعا ان هم طبعاً مثلا طبعاً. والدي ووالدتي ان هم مثلا يديني فلوس مثلا انا مثلا محتاج فلوس ان انا اجيب شغل من الصين دلوقتي ان انا ما حدش ضدك مثلا او عقبه في حياتك انك ما توصلش لهدفك بس اول حاجه الدراسه. انا مش هو قال لي كده قال لي انا مش ضدك انك تشتغل الشغل مش عيب العيب انك تاكل حرام بس اهم حاجه الدراسه مش انا فرحه ان انا مثلا عندي ثلاث اربع مشاريع وفشل في الدراسه ده تبقى م. يعني مصيبه كبيره. طبعا انا مثلا لما اكون فالح في الدراسه وفالح مثلا في شغلي حاجه جميله جدا <applause> وطبعا يعني انا يعني هم ما شاء الله يعني انا بفتخر بيهم انا والدي راجل فلاح وسواق في نفس الوقت والدتي ست بيت <applause> عنده اخ واخت بس يعني يعني حاجه ما شاء الله يعني انا انا منكم انا من الناس اللي هي يعني اللي مؤاخذة من اللي تحت يعني مثلا مش بابي ومامي وراجل هوا مفيش دلع وما ينفعش ان احنا ندلع الوقت اللي انت فيه مفحش فيه دلع خالص فهمتني؟ <applause> <applause> طب أه السلبيات بقى اللي قابلتك في حياتك كعقبه يعني ما قدرتش توصلها، في مره كده مثلا ما جيتش مثلا قلت لا انا هسيب الشغل ده ده الشغل ده مشاكل و و و و اكيد السلبيات. اول حاجه مثلا ممكن كل واحد لا كلام الناس سؤالي انا قصدي لا كلام الناس يبقى كلام الناس لا ما انا بقول لك انا بتكلم حاجه يعني تفشلك كلام الناس. يعني انت مثلا تبقى رايح مثلا مشوار كده وتقول مثلا انا هدخل المشروع واعمل قناه مثلا زي الصحة والجمال. <applause> يجي يقول لك مش هتعرف يجي <applause> يقول لك مش هتنفع يا عم طيب استنى سيبني بس يعني أحمل واشوف والكلام ده تحسبها كلها ماشيه صح بس م. كلام الناس اللي يفشلك وبدات اول ما بدات الشغل ده كده سمعت كلام من ناس كتير قوي مش هينفع ده شغل وحش ايه يعني بتاع الغزل البنات بيطلقوا عليها كذا اسم منها لولا ايه بتاع لولا ده <تصفيق> <تصفيق> كلام الناس بالمناسبه والله كلام الناس انا انا معلش سامحني بقى هنفت موضوع الحلقه كلام الناس ده يا جماعه اوعوا تسمعوا كلام الناس. اوعوا تسمعوا كلام الناس، والله العظيم انا بحكي موقف افتكرته حالا وجسمي اشعر دلوقتي. كان من سنتين حوالي بسمع عن واحد معين كده كلام. من كتر الكلام اللي بسمعه عنه كرهته جدا، والله كنت بكرهه جدا جدا يعني. في مره من المرات السنه دي بسلم على واحد صاحبي ماشي معانا، مش عارفه بقى معرفش شكليا، بس عارفه اسم سلمت عليه اسمك ايه؟ قال لي فلان، جسمه اشعر، ما انا بقى. فلما عاشرته ولقيته اطيب خلق الله وافضل خلق الله و فكلام الناس بالله عليكم. اوعوا تحطوه عقبه في حياتكم. محدش بيسلم من كلام الناس، النبي عليه الصلاه والسلام ما سلمش من كلام الناس، قالوا عن على النبي عليه الصلاه والسلام كذاب، مجنون، نصاب، دجال، قالوا عنه كثير، ده خد بالك ده اتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى، قال لك ان الله ثالث ثلاثة، قال لك ان المسيح ابن الله. قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى اتخذ صاحبه فكلام الناس لم يسلم منه الله سبحانه وتعالى فكمل اسم محمد وسيبك كلام الناس اكيد <applause> أكي. يعني لا بس برضه في ناس يعني ما شاء الله يعني ما عشان برضه ما نقولش ان كلام الناس كلهم يعني سلبي واحد في واحد مثلا معانا دقيقه اتفضل ماشي اخبروني معانا دقيقه في الدرويس ماشي مثلا بيجي كلام الناس يقول لك مثلا ايه تيجي انت مثلا تقعد تتكلم مع حد كده بالراحه يقول تقول له مثلا إيه؟ انا عامل مشروع الفلاني يقول لك دي سلبيته كذا وايجابيته كذا لو انت عارف يعني انت شايف ان مثلا هتقدر توفق بين الاثنين ده كمل، مش هتقدر يعني خلاص بلاش بلاش تدخل المشروع ده او بلاش تدخل الحاجه دي، كل اللي انا بقدمه اذا ان انت بتحاول تلم من كلام الناس برضك شفتها عقبات في حياتك وحاولت تلمها اكيد بس محمد شرفتنا آه شرف آه وان شاء الله نتمنى انك تجي حلقه ثانيه والماكينه معاك بقى النهارده مع نص صلاح الماكينه ان شاء الله الحلقه القادمه آه هو هي دعوه بس هنجيبها آه دعوه بس قبل ما نقفل اتفضل آه آه يا رب اللهم صل على سيدنا محمد حق لشهر الكريم ده انك تدي لكل واحد محروم ذريه يعني رب. في كذا حد كده انا يعني منهم اسماء بنت خالي الدعوه دي انا خصصتها ان شاء الله في يا ويا رب ويشفي والدتي ويشفي جميع مرضى المسلمين ان شاء الله مشاهدي الكرام يعني لا يخفى لحضرتكم الذي حدث منذ ايام لفضيله الشيخ ابي بسطام الكناني الذي وقع في قرب من الكروب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن حبيبي وتوأم روحي أبو بسطام الكناني فرجه اللهم إني أسألك أن تفرج عنه كربه يا رب آمين العالمين آمين يا رب. آمين اللهم إني أسألك أن ترفع عنه البلاء وأن ترزقه وأهله الصبر على هذا الابتلاء يا أرحم الراحمين آمين يا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الصحة والجمال يا من تمنيتم لنا النجاح تأكدوا أننا نحبكم بقلب إذا رآكم نبض لكم، ونحبكم بآذان إذا سمعت إلى حضراتكم صغت وأنصتت إليكم، أما أنتم يا من لم تريدوا لنا النجاح فنعاتبكم معاتبة المحبين لمحبيهم، ونقول مثلما قال القائل: يا ليتهم علموا بالقلب منزلهم، أو ليتهم علموا بقلب من نزلوا. مشاهدي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزي الأستاذ محمد فضل خير الجزاء على هذه الحلقة، العمل العمل العمل،, العمل, العمل الإسلام الكريم حث على العمل. فلا تقل بأنني سأنتظر الشهادة المناسبة أو الوظيفة التي تلائم الشهادة كلا والله اذهب إلى السوق وابحث عن العمل حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى توكل على الله قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى ختاما لهذه الحلقة أن يبارك في هذه القناة والقائمين عليها والعاملين بها والمشاهدين لها مشاهدينا الكرام دمتم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته